هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة الصفوف في صلاة الفريضة أم تكثر حتى لو لم تكتمل الصفوف الأول؟ نعم، الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها، أن تكون أكثر من صف ولو لم يتكامل الصف. تعدد الصفوف أفضل من صف واحد طويل، فتعدد الصفوف أفضل، هذا في صلاة الجنازة. أما في غيرها فلا بد من تكميل الصفوف، ولا يبدأ صف حتى يتكامل الصف الذي قبله. نعم.